السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم يا أحسن متابعين. اليوم متجهين للبراند الجديد اللي هو فندر. هذا فندر لصديقي بهاج، والآن يعني متجهين له أنا وأبوي الغالي. بس نشوفكم هناك بإذن الله. مع السلامة. براند احمد الحين مو حلو، ولا حد يجي يا جماعه الخير ابدا. فاضي، شوف حد عندي القاه مو حد. انصحكم انكم تجون البراند الجديد اللي هو حق فاندر الجديد، اللي فاندر صح الفندر قصدي فندر، معلش. ونشوفكم هنا باذن الله. السلام عليكم. طبعا البراند الجديد زي ما قلت لكم هو براند فندر الجديد، ان شاء الله نشوفكم فيه هناك. وحبيت علىين الله، البراند فنان والله، نصحكم فيه فنان كويس. يعني ذيك يا ابو حمودي. اي تمام، وجهك ها انت خايس يا رجال، خلى انا يا اخي ما حد يجي. طبعا يا جماعه الخير انا في المعرض، السلام عليكم. المعرض هذا في كل شيء، تبي بخور تبي عطر فيه كل شيء. ها في اللي هو البراند هذا والبراند زحمة، كل شيء زحمة، براند كل شيء موجود. أنا ما عليكم من هنا، كل شيء موجود هنا موجود. أحس إني اشتكت البراند حق فندر، بروح شوية ليش. اوه والله اشتقت لي الصراحة، براند جديد حق فندق شيء. سامع انا رحت اتمشى، قلت اجي اشتقت البراند ده. طبعا معنا اخونا فلاح. ايش ملايين والله. شوف بعرض العطور، اول شيء شرفتنا يا حبيبي ونورتنا في مكانك وفي محلك. بعرض العطور يكفي ان فندر فيه. فندر بس اكيد انه حق اخوك. السلام عليكم. السلام عليكم ابو هيا، ايش انطباعك مع معرض العطور؟ يا هلا وعليكم السلام ورحمه الله. انا صراحه جيت معرض عطور كثيره بس زي هذا ما لقيت. ليش؟ لان فندر موجود. فندر غير كل النظريات. الشيء الثاني محمد ناقص المعرض. محمد ناقص المعرض، وجودك زين. لا انت وبس. طبعا معنا الان التمساح. ايش انطباعك مع معرض العطور؟ معرض العطور فيه جميع البراندات العالميه والسعوديه، وما شاء الله تبارك الرحمن عطورات مميزه. والمميز في الشيء هذا كله انت، حضورك اليوم هنا. والله والله جعلني اشوفك ان شاء الله في اكبر مقام المشاهير باذن الله. ان شاء الله باذن الله. خذ اللقاء مع سالم. هلا حمود يا رحب، كيف حالك؟ طيب ما شاء الله معرض العطور طيب واسعار حلوه، واحسن شيء في المعرض ان شفناك اليوم حبيبي. الله يحفظك. وبس يا مرحبا. ايش رايكم معنا؟ والله المعرض ممتاز الصراحه بوجودك يا ابو محمد. والله تو منور المعرض. انت 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 افضل من المعرض، انت افضل من كل شيء. والله الله يسعدك. احسن محل، وشو محلكم؟ شو اسم محلكم؟ خليت سام. لا بالاخر محلكم شو اسمه؟ والله اللي خليت سام. خليت سام افضل خليه في العالم. ولا انت يا حبيبي. الله يسعدك. الله يسعدك يا حبيبي يا ابو محمد، الله يحفظك. الان مقابله مع الشيخ بهاج صاحب فندر. لبيه. مقابله، ايش تقول يعني للمعرض؟ والله انا اول شيء حاب اشكرك يا دحوم على الاستضافه الطيبه. لبيه على خشمي بجي الحين. والله يبيض وجهك يا دحوم ولا يهينك. المعرض صراحة ناجح بمشاركة فندر، لأن فندر حضر، هذه أكبر مشاركة وأكبر شرف للمعرض كامل. شاكر لك. الصراحة مبسوط أني أنا
مبسوط انك فتحت فندر، والله يقويكم ويخليكم مع الله ان شاء الله. الله معكم باذن الله. امين. باذن الله. الله يحفظك. الله يحفظك. هلا والله مرحبا ومسهلا. حي الله الرفيق الوالد. حي الله الغالي. مرحبا. طول عمرك. من اطيب الناس اللي قابلنا. الله يطيب ايامك. رفيق وابن عم. ومتى تعرف الناس القريبين منك لقاك ظرف من ظروف الحياه؟ يوم قعدنا المعهد. وقف. ما لنا فضل. ما لنا فضل تستاهل. الله يجيب. عاد في اي بي ما يحتاج. خلصنا منه، رحنا ناخذ شاي بس اصناف الشاي مع ابوي والشيخ ابو محماس. الله يبقيك يا حبيبي. وبس بتسلم عليكم.